اليوم بدنا نعمل مراجعة لمشاركات التحدي الـ15 من تحدي الـ30 صورة، ألا وهو أنك تكتب كل عام وانتم بخير بستايل معاكس لستايل جروب العيلة. بس بداية حبابي بعتذر عن فيديو التحدي الـ14، صورته كل شيء تمام لكن ما كان عندي القدرة أني أمنتجه، الوقت ما بسمح للأسف، فبسبب الشغل اللي عندي ما قدرت أمنتجه وأنزله، فاعذروني على هذا الإشي حبايبي. وبالنسبة للتحدي الـ15 المشاركات قليلة، تقريبا هون 33 مشاركة وفي 3 أصلا مش للجائزة، يعني هم مرات يشاركوا مرات لا، فيقل العدد لـ30 شخص، يعني وصلنا نص الطريق، مبروك إنك قدرت تكمل لنص الطريق. بدون أي تأخير خلينا نبلش بالصور حبايبي. نبلش بهاي الصورة، كل عام وانتم بخير. حبيت كيف محطوطة جوا إطار، هون احنا عم نستخدم التقطير، هذا معمول العيد ولا كيك لانه كثير كبير مبين بالصورة. هاي فنجان قهوة. تمام اسلام، اسمك مختفي يا اسلام، حرام، خليه واضح، استخدم اللون الابيض اللي هون بالخلفية، خليه يبين، حرام يكون هيك ضايع بالخلفية، عادي خلي اسماك وتبين حبايبي، ما في مشكلة. تمام استخدموا اللون من الصورة ويكون مختلف عن لون الخلفية، يعني اذا الخلفية غامقة يكون خطك فاتح، الاسم فاتح. تمام التكوين كل عام وانتم بخير جميلة، لو كبرناها اكثر بيكون احسن، اتوقع لانه انت قاس الخلفية، في اختصاص هنا، فلو كبرتها اكثر بيكون اجمل شوي لانه كثير صغيرة هون. هاي الصورة كل عام وانتم بخير، بس كل عام وانتم بخير. اوكي نسمع ايمان عباسي، هاي انت مصوريتها يا ايمان؟ اوكي او جايبيتها من الانترنت؟ تمام هاي موديل 3D اتوقع اللي هون، لانه مستحيل هاي تتصور. ما عندي مشكلة، قلت لكم انه بس هون ايش هاي اللي هون على الجنب، هاي ما بعرف يمكن خطأ بسيط بالتصميم. جميل كل عام وانتم بخير، لكن يفضل الكلمات تكون بنسميه الالاينمنت اللي هو لليمين، احنا بنحكي باللغة العربية فبدي بلشوا من اليمين لليسار، ففكرة انه كل مبلش من هون بعدين عام من هون وهون وهون غلط، لازم كلهم يكونوا مصفوفين على اليمين وينتهوا براحتهم على الشمال. اوكي فهاي بس اللي عند المشكلة بنسميه alignment. alignment اوكي طيب نشوف اللي بعدها. اوه هاي كثير غامقة، عيد سعيد. اوكي بس نصيحة مني، اذا بدكم تعملوا هيك اشياء تنبعث على جروبات العيلة وهكذا، بسبب الواتساب بيقلل جودة الصورة بيخربها ببكسلها، فهذا الكلام شوي راح يختفي. تمام فحاولوا تختاروا فونت أعرض أو تكبروا الكلمة لأنه كثير صغيرة ومش مبينة بالضبط إيش هي. عيد مبارك هون، كل عام أنتم بخير، بسيطة. رحاب خالد، هاي تصويرك أتوقع، ورد هنا مع الصحون هون، هاي تمر. أوكي جميل بسيطة. هذا الفراغ ما له داعي هون، يعني ان احنا التكوين لو انتقلت بس هاي تصير هون احسن شوي، لان هذا فراغ ما له داعي، يعتبر هاي الخلفية البيضة، لكن عاد عن هيك شيء بسيطة ممكن. وفكرة انه كل عام وانتم بخير كلها بالنص هيك تكون مع اللون البيج وفوقيه خط ابيض، كان ممكن نسويها بطريقة ثانية افضل. كل عام وانتم بخير، عيد سعيد. ماجد درويش هيك اسمه خفيف، شو عمل خلى اسمه باللون الابيض بس خفف الاوباسيتي، جميل خيار جميل صراحة. وحطها كل عام وانتم بخير، هاي هيك جميلة بتنبعث على الجروب، والله فرق جد فرق بين الستايل صباح الخير وهاي الستايلات. ايش هاي اسامة كذا، اوكي شو هاي، حلو للعيد، بس هان عندك مشكلة، ايش هان؟ عساكم من عواده، بعرفش كيف تلفظ الصراحة، عساكم من عواده، بس حبيبي بدك تصور اشي عاكس استخدم ورقة A4، لانه الانعكاسات هاي السودة اللي هي انت بتتعامل مع مراية، فاستخدم ورقة A4 مشان يقلب هذا الكلام كله ابيض. تمام؟ طب يلي هذا الابيض من هون ايش هو؟ هذه الطاولة، فهي عاكس الطاولة البيضة اللي كانت عليها. تمام؟ في لوح ابيض هون مع انه الطاوله سوداء، شكلك حاط قطعه قماش على طاوله بيضه.
في أي ملاحظة ثانية؟ نعم تمام، التكوين جميل، عندنا نص دائرة هون، في عندنا فراغ بسيط هون، بما أنك ضفت البريق بدك تقريبا تضيف إشي هون توازن الصورة. مساك منواد وجميل. أوه سامي جميل، كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك. جميلة بسيطة، جميلة بسيطة. إيش ها؟ نستخدم سوفت بوكس هون. اثنين أوكي جميل، التصميم كمان حلو، الظلال جميل، عيدكم مبارك. هاي جد بتنبعث على الجروبات، جميلة، حتى اسمك اللي تحت كمان حلو. تمام هون، أوه هذا ستايل غريب، مين اللي صممها هاي؟ جميل وجديد. أوكي عيد مبارك، هاي جدا فخمة صراحة، ما عندي أي تعليق عليها. حلو عيد مبارك، بسيطة وجميلة. هون إيش هاي؟ الهدية. كل عام أنتم بخير. تمام عندي شغلة واحدة بس، اللي هو الفونت هابي عيد، يعني هون حطينا إشارات استفهام. أوكي وين الهدية؟ إنها ديزاينز، حلو إنها خلت اسمها من اللون الفونتات اللي موجودة، وهاي الفونتات كمان لونها من البلوزة. حلو حلو، هاي نقطة جميلة وبسيطة، هي حركة بسيطة بس حلوة. التكوين في عنا إشي كثير كبير هون، عنا إشي بسيط هون، عنا إشي هون، تمشي جميلة. كل عام بخير، هابي عيد، هاي مكتوب بفونت جميل مضحك. أوكي هيك خفيف اللي هون، جميل، ما عندي تعليق كثير عليها، بسيطة. أوه هاي مين؟ كل عام وأنتم بخير. أوه ما أجمل التصميم، بس الاسم اللي تحت حرام، بسرعة، لا حرام ضيعت اسمك تحت، خليه باللون الأبيض، خليه يبين ما في مشكلة، أو من اللون الدرج، من اللون الفاتح اللي هون، يعني هات نجرب نكتبها على السريع زي هيك، نعطيه أمر بس أعطيني على اللون الأسود زي هيك، هات نشوف هسه كيف بتصير، هي قبل وهي بعد لأنه ما كانتش واضحة، ممكن نخليه أبيض، هات نتحكم باللون، ولا كمان تزبط أبيض ما في مشكلة، حتى الأبيض أحسن أنا شايفه لأنه ماشي مع الفونت اللي هون. تمام طيب نشوف اللي هون، حلو، هاي تصوير مين؟ طيب شغل مين هاي؟ مين الاسم؟ عيد فطر مبارك. لو أعطيناه ستروك أبيض، إطار أبيض لأنه شوي ضايع الألوان مع البلالين اللي ورا، بس هاي الملاحظة. تكوين الصورة جميل، بس هاي قال صناعة غير محلية، لا والله عندنا صناعة محلية زي هيك أمورة، بس تصوير بلالين ممكن، جميل، حتى لو جبتوها من الانترنت ما عندي مشكلة. عيد فطر سعيد، بس في خط هنا، هذا الخط ما بعرف شو هو، فلتت منك التكستشر يمكن على الخلفية ما بعرف. نفس الاشي لما تتعاملوا مع منتجات عاكسة حبايبي، المنتجات العاكسة قصة، بدكوا لوح ابيض كبير يكون قدامها، لانه حرام خصوصا ذهبي حرام ينعكس عنه اسود، ما بيبين جماليته، ما بيعطي قيمة للمعدن. معتصم نمري، اوكي جميل، قمر بس هون كمان بدك تنتبه، طلع هاي انعكاس الغرفة اللي كنت فيها كلها، انتبه، فيفضل انك تحاوطها بورق زبدة ابيض مثلا او ورق A4، بس انك تحاول تحاوطها قد ما تقدر. نشوف اللي هون، جميل، نور زايتر، كل عام بخير، هاي معايدة شخصية تنبعث على الواتساب، بس شوي ضايع الظلال كأنه العدسة مش نظيفة، اظن بدها تصحيح هيستوغرام، يعني كل الصور اللي قدمتوها كان الهيستوغرام رايح من اليمين، هاي بس بدها تتعدل من اليسار، هي قبل وهي بعد كان فاهي شوي، خصوصا انه الفونت هون لونه اسود. جميل، نازل منه الفونيس، جميلة، عيد مبارك، ضحف فوتوغرافي بسيطة، عجبتني حركتها، هاي نفس موضوع جمعة مباركة، انا شفت صوركم الجمعة مباركة، ما شفت، ما تفكروا اني ما شفتهم. جميل تمام، بس بهاي الحالة هذا الاشي مشتت للانتباه اكثر ما هو بيفيد بالتصميم، يفضل انه نشيله صراحة، بس الالوان حلوة.
هون جميل هيك. وإيهاب ها بلشت تخدم لحظات، شكرا. حلو، حتى اسمك لازم يكون من ضمن التصميم ما يخربه. جميل. هلا متى لما يكون عندك لوجو أيقونة زي هيك خلص ممنوع تلعب بألوانه نهائي، بنحط الزاوية على كل التصميم. بس عدا عن هيك ما دام بدك تكتب اسمك خليه حلو من الصورة زي توقيعك على رسمه ما يخربها. جميل جميل. هلا هون صفت لو الاسم بس راح لهاي الجهة بس، ما كانش في داعي يكون بالنص يعني، لأنه انت تصميم الصورة كلها كان على جهة اليمين. يا الله هاي في صورة ايش يا رب 50 ابو طبنجة ايش هاي. اوكي اوكي هلا شفت الدينار. اسمع هاي لازم تزيد الإضاءة، بدك تستخدم الفوتوشوب حبيبي هلا بزبط لك اياها، مشان تزيد الإضاءة هون مشان يكون في عليها تركيز اكثر، تمام؟ لانه كانت ضايعة شوي، فهون بنعطيها هيك شوية إضاءة احسن مشان نزيد التركيز عليها، تمام؟ هاي قبل وهي بعد. اوكي فهلا اخذت مني لحظة 50 معطيك دينار. كل عام وانتم بخير، انتم بألف خير، والله زمان على العيديات. يا الله الله يرحمه ويعمل ابو طبنجة. حلو بس صغير كثير اسمك حبيبي، حكينا خليه النسبة تقريبا 25% من عرض الصورة. اوكي يعني اذا عرض الصورة 1000 بكسل خلي عرض اسمك تقريبا لهونا 250 بكسل. اوكي هون محمود ياب كل عام وانتم بخير، عاد والله علينا وعليكم بالخير والبركات. جميلة بسيطة. حلو الاسم. يلا بنبسط لما تاخذوا الملاحظات، جد بنبسط. ملاحظات بسيطة لكن راح تفرق معاكم دائما على المدى البعيد. الألوان جميلة بسيطة. اوكي ما في مشكلة، ان شاء الله تكون من تصويرك حلو لنا. هون اوه ندر الأخضر جميل، شوف الألعاب النارية جميلة. عيد سعيد كل عام بخير، جميلة جدا. حلو حلوة حلوة حلوة. بس أنا لحد هسه ملاحظ إنه بس أبو طبنجة اللي أعطانا فكرة يا شباب. إيش أوه أنا بحب لما أعطي ملاحظة فورا اللي بعديها. هاي جميلة، هاي فكرة حلوة. كل عام بخير. مين الاسم كثير صغير؟ مي. أيوة كول مي مي ثري. ليش حاول تلاقي طريقة ثانية، اكتبي مي آرت، حرام الاسم زي هيك يكون. فكل عام وانتم بخير، فكرة رهيبة بسيطة مينيمال، طفينا التمر على المعمول. هاي فكرتين هذول لهم تقييم مختلف يا حبايبي، اللي عنده فكرة إبداعية له تقييم. ها هاي كمان فكرة سالس هندس رابطين. جميل جميل جدا، بس بالدولارات كمان مش أي عملة، حكوا فلسنا. حلو حلو جميلة. اوكي جميل جميل فلسنا. اتوقع انه هون صفار اللي هو الحساب البنك مثلا، ان احنا راجعين صار فلسنا. اوكي ممكن، بس جميله جميله حلو. ايوه هيك بدنا افكار هيك شوي تكون مختلفه. صهيب عبد ربه حلو، في ايقونه كاميرا بس ما لها داعي الغيها حبيبي، ما لها داعي لانه بعدين راح تصفي زي اسمك. من تجربة ما بفضل الاثنين يكونوا سوا، خلص تنشر اسمك بعدين تنحط الكاميرا، او يمكن بدك تفرجي انه انت مصور ممكن، بس زي ما حكيت تلغي هاي الايقونة ما لها داعي، خلي اسمك اول ينتشر بعدين بتبلش تنشر اللوجو تاعك الايقونة تاعتك ويكون فيها كاميرا. تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك. جميل جدا وبسيطة حلو. هون كل عام وانتم بخير، حبيت في اشي ابيض هون. اوكي معطين ظل بس ابيض. اوكي جميل، لكن عندنا مشكله بما انه انت عم تتعامل هاي دائره هون دائره هون تكوين هون، طبعا عجقه شوي التصميم لو شلنا الفنجان اللي هون وبسطناهم لانه كله دخل في بعضه، فانت بدك تحسب حساب انه هاي الدائره الكبيره كمان ماخذه من التصميم، فيفضل لو هاي اللي ورا القش بغض النظر شو هي كانت شوي لهاي الجهه او رفعناها او لغناها حتى، وخلينا كل عام بخير هي مسيطرة على هاي الجهة كل ككل، تمام؟ كل عام وانتم بخير. بس فنجان القهوة ما ينقص من هون ما له داعي، مبين هاي مصورة جنب الشباك، يعني بدنا نعتبر هي عنا كتلة هون، عنا كتلة صغيرة هون، عنا
خمس كرات، وعندنا كتلة هون وهون، فهي المنطقة فاضية ما بفضل، لو كانت الفناجين هون أحسن. ووزعنا الخمس كرات هاي الجهة هيك، آه هيك أحسن، لأن الفنج بس لو نقلنا الفناجين من هون لهون بس هون. أوه هاي زي شركة زين، هذا ثيمهم كندا. صح جيد، كل عام وانتم بخير. حلو حلو، جميل جميل جدا، بس مبين زي شركة زين، معايد من شركة زين. انتبهوا حتى لو ما في لوجو، هاي الكلرينج او الالوان تاع شركة زين، الثيم تاعهم ضايل. هلا كمان في من انواع البراند، يعني حكينا الاسم مثلا، الايقونة، هذا اللوجو، في عندك كمان اللي هي الباترن، النمط اللي بحطوه بصورهم بيكون عبارة عن مش نجمة، اللي هي كيف شكلها اتذكر يليو، اتوقع زي هيك، اللي هو زي الورق، ايوة، وبيكون لهم لونهم الخاص، تمام. فهاي لو انضافت تكمل بالصورة، لكن مع الالوان هاي مبين انه شركة زين. حلو هون، بسيط جدا، بس الاسم كثير صغير، احمد ابو حمد كثير صغير. هاي انا شايف هذا التصميم من قبل عند نور. انتوا ماخذين الكلمة نفسها من الانترنت؟ وين راح تصميم نور؟ هاي لا، اتوقع انتوا الاثنين ماخذينها من نفس الانترنت. هاي اه ذاكرتي البصرية ما بتخوننا، هي نفسها. لقطكم بتغشوا من بعض، ماشي. تمام جميل، حلو التصميم هذا اللي ورا، جميل جدا، مع الألوان رايقة وهادية بسيطة مينيمال. بس بدنا أفكار يا جماعة الخير، كل عام بخير، هابي عيد فاميلي. تمام، لا يفضل نخرب الفونت بأيقونة، هاي ما لها داعي اللي هون، هاي تجرب ألغيها، هاي ما لها داعي أيقونة الخروف اللي هون، حرام. أيوة كل عام بخير، بس بما أنه إحنا كل الصورة تقريبا جاي بتوزيع متماثل، خروف هون، خروف هون مثلا، هذا بالنص، كلمة فاميلي بالنص، فكل عام بخير بدها تكون بالنص، والهابي عيد كمان بالنص، حرام تكون على اليسار، خلص كل الصورة جاي سيمتريكال. هون عنا كل عام بخير، حلو، مصور وحاسب حساب، الكلمة بدها تنحط هون، جميل، لكن توزيع العناصر كثير، يعني أنا ما بحسبهم كتل لحالهم هذول كلهم، بما أنهم من نفس اللون، هذا بنحسب هيك زي مربع كبير، وهذا تقريبا الشكل تاعه، الفناجين هون، حتى الصناديق هون، وهاي الدائرة، شوي معجوب. وكمان شغلة، ما تستخدموا أرضيات التصوير حبايبي وتطعجوها، تلفوها هاي اللفة تطلعوا. هاي اللفة اللي وراء، أنك تمسك نفس أرضية التصوير وتلفها تخليها خلفية، هذا الاشي غير مريح للعين، غير طبيعي، لازم تفصل بين الاثنين، لازم يكون عندك أرضية عادية، الخشب مثلا والحيط، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إذا كانت الأرضية عندك فيها خطوط مستقيمة زي هذا الخط الخشب، وهي الخط اللي هون والثالث هون، يفضل بدل ما إنها تكون عمودية على الكاميرا زي هيك، أو تكون أفقية بالكامل، تكون بشكل قطري زي هيك رايحة لهون، كيف المعمول الخطوط تاعته ماشية، هاي بيعطي موفمنت بالصورة، بيعطي شوية حركة بالصورة أحلى، تمام. فيفضل لو صراحة شلنا الصحن من هون وشلنا البوكس وما ينقص البريق، خليه هون بالخلفية لحاله، والفناجين نزيحهم شوي لهون، وهاي تنحط بشكل كبير هون، حتى الفناجين نشيلها خلص، بس البريق البريق يكون هون مع الفناجين جنبه، وكل عام وانتم بخير بهاي الجهة، اوكي هيك بتتوازن اكثر. نجرب هون، عيد سعيد، جميل جدا. حلوة بسيطة، عيد سعيد، اوكي، بس بدكم موافقة الموديل، ارنب، اوكي تستخدموا شخص، جميل، اوكي جميلة وبسيطة. كل عام وانتم بخير. التصميم يا بلال، قبل الله منكم، هذا الخط اللي بالنص ما بعرف ليش ما له داعي، هذا بخرب بصراحة أكثر من أنه بفيد. تقبل الله منكم صالح الأعمال، وعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. جميل بسيط، بلال بيكسل. صراحة لو هاي كانت خط أبيض وعليه إطار
أزرق أحسن شوي. بس هاي الملاحظة، ولا تفصلوا، حرام نفصل بين الاثنين، خليها صورة واحدة، ما في داعي للخط اللي بالنص صراحة، يعني زي هيك طلع بس الخلفية كلها مرة واحدة. حلو، نستخدم نظرية الألوان اللي شرحنا عنها. عيدكم مبارك. في كتلة بالنص على شكل دائرة، كل عام بخير مستطيلون. في عنا اللون الأصفر المكمل للون الأزرق، وآت ياسمين. جميل، بس آت ياسمين هاي لا، يفضل إنها تكون بالنص بهاي الحالة. أنا فاهم يمكن أنتي تخيلتي إنه هون في كتلة غامقة بالخلفية، بس هاي وزنها ضعيف جدا بالصورة لأنه غامقة مش مبينة، فاسمك يفضل لو كان هون بالنص أحسن، ما هاي ما بتأثر. وهاي اللي ورا بما أنه وزنها جدا ضعيف خليها على كل الصورة من ورا عادي، مش المعضلة. هذا نسميه توازن، بس asymmetrical بما أنه هاي لفوق وهاي لتحت مش على نفس المستوى، بس متوازن الصورة. جميلة هون، حلو هاي الشوت، حلو الكاك. جميل جميل، كل عام بخير، جميل جدا. هيك ستايل مختلف الليفيتيشن، هذا بنسميه ليفيتيشن فوتوغرافي، الأشياء اللي بتطير بالصورة باستخدام الفوتوشوب، نشيل الملاقط أو بنرميهم نوخ الصورة. جميل، بسيطة ما فيها شيء. أوه كل عام وانتم بخير، فلسطين للتحرير أقرب. تمام إن شاء الله يا حبيبي، بس حبيبي الخريطة ما بصير، هذا إشي مقدس ممنوع، زي العلم ما تقلب الخريطة زي هيك، مش عارف هاي انت مركبها ولا هو نفسه المفتاح هيك. صور المفتاح وهو بالعرض، خلي الخريطة تكون واضحة للعين حبيبي. تمام، وغير هيك الخط ما في داعي لهذا اللون، كثير ضعيف، يعني بدنا نحاول نعمل فرق بين الفونت والخلفية، فممكن انه نستخدم الظل الأسود، نعطيه إطار أبيض مثلا، الإفكتات اللي كنتوا تستخدموها. غير هيك تكوينها كمان مش صحيح، يعني يفضل انها تكون معبية زي هيك. تمام، عبي الصورة لانه بس هيك جملة بسيطة هون ما لها داعي صراحة. اوه خلصناهم، وهون كل عام ما انتم بخير، شكرا. الوردة هون ما لها داعي، والاقتصاص هون مش نظيف 100%، اشتغلوا على فينيشنج صح، ما تسلموا هيك شغل حبايبي نهائي، عودوا حالكم على الليبرة تمشوا صح. جميلة، ممكن يطلع اشي احسن، بس بدنا اسماء يا اخوان، بدنا اسماء. هون هون، جميلة بسيط، لكن بدنا نشتغل على الفينيشنج اكثر. 100% هيك خلصنا، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية حبايبي، هيك احنا بنكون خلصنا مرحلة جروب العيلة أو مضاد جروب العيلة إذا بدنا نسميها أنتي آرت. فالمرحلة القادمة ما بدي أحكي عنها هسا، بكرة يوم الجمعة، جمعة مباركة حبايبي، نأخذ بريك، بعدها بنكمل على التحدي 16 والمرحلة قبل الأخيرة. ستايل راح يكون مختلف، ستايل فني جميل جدا وبسيط جدا، أوكي؟ حتى بسيط جدا ما بتوصف، لانه عقد ما هو بسيط صعب راح يكون. بعد التحديات اللي عملناها، بس كان في سبب انه نخليه اللي هو قبل الاخير، فما راح احكي عنه هسه، راح نجيب اصحاب الاختصاص. صديقي محمد موسى راح يكون معي، راح نطلع بفيديو لايف وراح ارجع منتجه وانزله بكره، اوكي؟ ففيديو اللايف راح يكون يا على اليوتيوب يا على الفيسبوك. اليوتيوب ما عمري جربت اطلع عليه لايف، فما بعرف له كثير، احتمال كبير عندي على الفيسبوك نطلع باللايف حبايبي. راح نزل اللينك على الانستغرام عندي، او اصلا يمكن اذا نزل هذا الفيديو، لا بكون نازل هذا الفيديو، اذا لحقتوا تحضروا هاي الجزئيه بكون اللينك اللايف عندي على الانستغرام، وراح اكون عامل له سيف مشان تشوفوه. تمام حبايبي، فيعطيكم العافيه، وبشوفكم بالفيديو الجاي اللي بنشرح فيه عن المرحله الجديده، متحمس لها كثير، بالتوفيق للكل حبايبي.